أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسور أن الحكومة ستتقدم خلال العام الحالي بقانونين جديدين للبلديات والأحزاب، كما ستتقدم خلال العام القادم أو الذي يليه بقانون انتخابات جديد. وأكد نسور أن المشكلة الأساسية في الأردن اقتصادية وليست سياسية، مضيفا أن المملكة تمكنت من تجاوز منطقة الخطر الاقتصادي. أشار وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات إلى تقليص عدد المدارس التي سيعقد فيها امتحان الثانوية العامة للدورة الصيفية المقبلة إلى أقل من 400 مدرسة تطبيقاً لمفهوم القاعات المركزية. أقر مجلس الوزراء آلية معالجة مراجعي الطوارئ في المستشفيات الحكومية، موجها بمعاملة مراجعي أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات بذات معاملة مراجعي المراكز الصحية فيما يتعلق بأجور المعالجة وصرف الأدوية وغيرها من التداخلات. طالبت الولايات المتحدة الأمريكية القضاء المصري بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت أمس بحق قيادات ومناصرين لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، في وقت استنكرت فيه عدة دول ومنظمات دولية وحقوقية هذه الأحكام، مطالبة الحكومة المصرية بضمان مقومات العدالة والنزاهة القضائية للمحاكمات.